صباح الخير مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، ولسه مع حضراتكم في هذا الصباح. النهاردة السبت 16 يوليو 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين، واحنا خلاص خلصنا عيد الأضحى المبارك. النهاردة خلاص يعني الأسبوع بتاع الأجازة خلص، يعني في ناس طبعا أكيد لسه أجازات، لكن كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص الأجازة خلصت. وصلنا لبلاط صاحبة الجلالة، وهنتصفح مع حضراتكم بعض العناوين والمنشطات لبعض الصحف القومية اللي صدرت صباح اليوم. خلينا نبدأ مع جريدة أخبار اليوم والمنشط الرئيسي فيها: السيسي يلتقي بايدن وقادة الخليج اليوم، الرئيس يجري مباحثات سياسية بعد غد مع المستشار الألماني ويشارك في مؤتمر للمناخ. طبعا النهارده وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكه العربيه السعوديه للمشاركه في قمه جده للامن والتنميه بمشاركه مصر والعراق والاردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحده الامريكيه. قمه مهمه جدا طبعا لبحث التطورات الاقليميه والامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وطبعا بحث قضية الطاقة خاصة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على يعني تنظيم الإنتاج، ولو مش خفض الإنتاج طبعا، لضبط الأسعار وضبط أسعار الطاقة والأمن الغذائي والأمن في المنطقة زي ما قلنا، والتنمية. مشاركة مصر مشاركة مهمة جدا بتنم عن وتنم عن الدور المحوري لمصر في الدور الإقليمي والدولي بالطبع. وكمان في يوم الحد هيكون في مباحثات للرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وفي مؤتمر المناخ اللي بيعقد سنويا في مدينة بون الألمانية، وهو حوار بيترسبورغ للمناخ. وكانت دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بابوك، كانت دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذا المؤتمر للمناخ سان بيترسبورغ لأهميته، ولأن ألمانيا هتشترك في الحوار مع مصر في كاب 27 القادم في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ. خلينا نتكلم تفاصيل أكتر مع الأستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية والمتخصص في الشؤون الدولية. صباح الخير أستاذ هاني، نرحب بحضرتك. صباح الخير يا أستاذة حنان، تحياتي لك ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. تحياتنا لحضرتك، وقراءة حضرتك للعنوان ومشاركة مصر في هذه القمة المهمة يعني قمة مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. مشاركة مصر والعراق والأردن فيها مهمة جدا، بتنم عن الدور العربي وطبعا التطورات الإقليمية والجيوسياسية في العالم أجمع. قراءة حضرتك لهذا العنوان: مهما كانت النتائج التي ستسفر عنها هذه القمة، فهذه قمة استراتيجية ليس فقط بسبب عدد القادة المشاركين فيها وهم 10 رؤساء دول، ولكن أيضا لأن هذه القمة يمكن وصفها بأنها قمة وضع النقاط على الحروف في العلاقات الأمريكية العربية التي اهتزت كثيرا في الفترة الماضية بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني دورها تقلص فيما يتصل خاصة فيما يتصل بقضايا الأمن في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت وعودا كثيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، يعني تقلص دورها بعد الحرب الأوكرانية الروسية بشكل كبير. هو الحقيقة تقلص دورها منذ جاء الرئيس جو بايدن إلى السلطة، هو قدم وعود كثيرة باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي توقفت منذ عام 2014، قدم وعود بافتتاح القنصلية مكتب السلطة الوطنية الفلسطينية في واشنطن، بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وكل هذه الوعود لم يقدم أي إجراء ملموس على أرض الواقع لتنفيذ هذه الوعود. ذهب إلى بيت لحم بالأمس والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولم يقدم شيئا سوى $100 مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية. حتى حل الدولتين الذي كان دائما يعد به ويؤكد عليه وصفه بالأمس بأنه بعيد المنال. وبالتالي ده كان الخبر الآخر اللي هنتكلم فيه فعلا. زي ما حضرتك بتقول انه يعني بيقول انه
حتى حل الدولتين، انه دولتين يعني يعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن، انه بعيد المنال. فايضا ده اخفاق للاداره الامريكيه الحاليه ايضا في حل هذا الصراع في الشرق الاوسط. هو تقاعس وتراجع عن الوعود التي اعطتها. اريد ان اضيف انه اذا في قمه اليوم لم يقدم شيئا للقاده العرب، فلا شك ان الدور الامريكي سوف يتقلص في منطقه الشرق الاوسط. فاذا ما كان الهدف من جوله الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقه هو تعزيز الدور الامريكي في الشرق الاوسط في مواجهه منافسه من روسيا والصين تريدان ملء الفراغ الذي حدث بسبب تخلص الدور الامريكي، فعلى الرئيس الامريكي جو بايدن ان يتخذ اجراءات فاعله لحفظ الامن، خاصه في منطقه الخليج المضطربه، المملكه العربيه السعوديه التي عاشت امنه مستقره قرون عديده، بنجد انها تعرضت لاعتداءات صاروخيه واعتداءات بطائرات مسيره على المنشات النفطيه وبعض المدن والاماكن المدنيه، كذلك الامارات. وبالتالي فلا بد من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها دور فاعل في مواجهة هذه التهديدات. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقوم بدور فاعل لإنهاء الحرب في اليمن، ولكنها للأسف الشديد حتى الآن ما زالت تواجه قضايا المنطقة بالإعراب عن القلق. وبالتالي فاليوم يجب وضع النقاط على الحروف في العلاقات العربية الأمريكية. إذا كانت الولايات المتحدة تريد نفط العرب فلا يجب أن تحصل على هذا النفط بلا مقابل. هذا النفط لابد أن يكون له مقابل، وهو دور أمريكي فاعل باعتبار أن الولايات المتحدة هي القوى العظمى الأولى في العالم، وهي دولة فاعلة وعضو فاعل في مجلس الأمن، ولها أتباع من دول كثيرة يقفون إلى جانبها في عمليات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. مصر تحضر هذه القمة باعتبارها دولة محورية لها دور فاعل في كافة قضايا المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة سيقدم رؤية مصر لحل مختلف القضايا، والتأكيد على أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لابد أن يقوم على حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 مستقلة ذات سيادة، وكذلك فيما يتصل بالقضايا الأخرى التي تعاني منها المنطقة كالوضع في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، فضلا عن الأوضاع المتأزمة في لبنان والخلافات والصراعات اللبنانية الإسرائيلية على الحدود البحرية. أستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي متخصص في الشؤون الدولية ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بنشكر حضرتك جدا، يوم سعيد إن شاء الله. خلينا نروح لجريدة المصري اليوم، وفي الصفحة الأولى طبعا حديث العالم اليوم اللي ما انتهاش لسه، والصحة تبدأ مواجهة موجة كورونا السادسة، وتحذيرات من متحور جديد أكثر مقاومة للقاحات. طبعا هنا بنتكلم عن وزارة الصحة المصرية اللي بتبدأ مواجهة الموجة الجديدة من كوفيد 19، ودي يعني بتوصف بأنها الموجة السادسة BA5، وده متحور جديد أكثر مقاومة للقاحات، متشابه بشكل كبير جدا مع عفوا أدوار البرد. لا دي شارة عادية جدا الحمد لله، مش دور برد. وبيصيب، بيقال أنه بيصيب الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، ومتشابه بحد يعني بشكل كبير جدا بنوبات البرد العادية. علشان كده لازم يجب التأكد دايما ان ده برد عادي، ما نقولش انه برد مروحة او برد تكييف وما الى ذلك. وطبعا في العالم كله بدأت يعني انفكشنز او عدوى جديدة، والاعداد بدأت تتزايد مرة تانية، وفي تحذيرات الحقيقة على مستوى العالم كله بسبب هذه الموجة السادسة. طيب خلينا نروح لأخبار اليوم، وبنتابع فيها خبر اقتصادي، والمنشط بيقول الحكومة تخطط لبناء اقتصاد قوي وقابل وقادر على التعامل مع الصدمات، السعيد تقليل معدلات الفقر والبطالة وسد الفجوات التمويلية بين المحافظات. الخبر طبعا بيتكلم عن تخطيط الحكومة المصرية لبناء اقتصاد قوي ومرن قادر على التعامل مع الصدمات، وخاصة يعني ده أثبته الاقتصاد المصري
أثبتوا الاقتصاد المصري من وقت الصدمة الأولى لكوفيد 19. الاقتصاد المصري أثبت صلابته وقوته وأيضا مرونة هذا الاقتصاد اللي الحمد لله قدر أنه يتعامل مع أزمة كوفيد 19 اللي يعني أزمت العالم كله وأدت إلى أزمة اقتصادية كبيرة في العالم كله. فمن هنا في أيضا هناك الحديث أيضا عن تقليل معدلات الفقر والبطالة وسد الفجوات التمويلية بين المحافظات، ودي كلها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتتبعه الإدارة الحالية. خلينا نتكلم تفاصيل أكتر مع دكتور محمد الشوات في الخبير الاقتصادي. صباح الخير دكتور، تحياتنا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، تحياتي للسادة والسادة المشاهدين. يعني قراءة حضرتك أكيد هتكون مختلفة للسطور، وخاصة فيما يخص تقليل معدلات البطالة وتقليل الفجوات التمويلية بين المحافظات. المقصود بها هنا بالضبط خاصة واحنا بنتكلم عن مرونة وقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات. هو سيادتك طبعا جهود الدولة خلال السنوات الماضية على أساس تحقيق معدلات نمو مرتفعة واستغلال الطاقات استغلال طاقات المجتمع وموارده، كان هناك رؤية للدولة من خلال نظرة عن الاقتصاد وبناء رؤية تنموية 2030. من هنا كان لازم يكون هناك عدة حاجات أو عدة محاور لابد أن تنطلق منها الدولة. أول حاجة لازم يكون الاقتصاد متنوع، بمعنى أن الاقتصاد يتبني على أكثر من مصدر من مصادر التنمية، ما بقاش الاقتصاد مبني على السياحة فقط ولا مبني على الزراعة فقط، لكن الاقتصاد المصري النهاردة علشان يقدر يواجه هذه الأزمات كان لازم يكون هناك زراعة وتجارة وصناعة وخدمات. الأمر الثاني، هناك مرونة في الاقتصاد المصري. استطاعت الدولة خطة التنمية الاقتصادية اللي موجودة من بداية الاستعانة الاقتصادية 2016 أن يكون هذا الاقتصاد متنوع ومرن. من ناحية أخرى كان هناك دائما مصر تعاني من فجوات تنموية ما بين المحافظات، هناك محافظات غنية وهناك محافظات فقيرة وهناك محافظات تتوافر لها موارد يمكن تحقيق تنمية من خلالها وهناك محافظات لا قد لا يتوافر بها الموارد الكافية. من هنا كان خطة الدولة هو سد الفجوة التنموية ما بين المحافظات المختلفة، وده تم من خلال عدة حاجات. أول حاجة هو توطين أهداف التنمية المستدامة أو توطين البناء التنموي في داخل كل مجتمع، ومن هنا أصبحت كل محافظة دولة في عندنا أكثر من 32 مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة. الدولة النهاردة بتقيم كل محافظة هي محققة قد إيه عشان تقدر تسد الفجوات التنموية وبالتالي تقدر توفر مصادر التمويل اللازمة للتنمية أو إحداث التكامل ما بين الصناعات المحافظات المختلفة، أو على الأقل إن هو التكامل ما بين الأقاليم المختلفة. كل ده كان جاي من خلال إيه؟ لأن هو حضرتك تعلم والسادة المشاهدين إن الاقتصاد العالمي خرج من أزمة الكورونا لأزمة أوكرانيا وهناك أزمات مختلفة. هذه الأزمات أثرت على الأداء الاقتصادي العام في العالم كله وفي كل دولة من الدول المختلفة، لكن احنا في الدولة المصرية الحقيقة ربما كان دولة خطة التنمية الاقتصادية في 2016 اللي بدأت كانت هي عبارة عن المخرج الأساسي اللي استطاعت من خلاله الدولة تقدر تتعامل بأوراق مختلفة في القضايا المتنوعة اللي كان موجودة. من هنا كان رؤية الوزيرة وهي بتتكلم على هذا الأساس بتقول ان احنا هناك معدلات فقر احنا بنحاول نخفضها، وده انخفض بمؤشرات مختلفة. معدلات ده من خلال حياة كريمة ايضا، لان ده عمر اخر. الامر الاهم من ذلك هو النقطة المهمة هو جدا، هو عنوان بس اخر. اسمح لي بس ان انا اقول مع حضرتك عشان يعني اسيب حضرتك تتكلم ايضا عنه. عنوان ايضا في جريده الاهرام والحديث لدكتور هاله السعيد وزيره التخطيط، بتتكلم عن 45 مليار دولار تكلفه حياه كريمه، وده في اطار معالجه الفجوات التمويليه بين المحافظات وتقليلها. ايضا كان هناك في مشكله في الدوله المصريه ان هو هناك فارق كبير في التنميه ما بين الحضر والريف وبين الاقاليم المختلفه. من هنا جه مشروع حياه كريمه
على أساس يحقق عدة مستويات. المستوى الأول أنه هو يصنع جودة حياة جيدة بالنسبة للمواطن في القرى المحرومة من الخدمات عشان توصل الخدمات له في كل مجال وفي كل مكان. اثنين أنه هو كمان الحياة كريمة، كمان كان لازم يكون هناك البعد التنموي، بمعنى خلق بؤر تنموية في داخل كل قرية من القرى اللي موجودة بناء على المزايا النسبية الموجودة في كل قرية، وبالتالي تشغيل أهلها بما يكون موجود. الحاجة الثالثة اللي هو كان كمان تقديم المشروعات الخدمية زي التعليم، إنشاء المدارس، زي إنشاء البيوت الصحية أو المستشفيات، زي كمان اللي هو إعادة تأهيل البيوت اللي هي غير صالحة أو غير مناسبة للإنسان في هذا الوقت. ده محور. المحور الثاني كمان اللي هو كمان عشان نقلل الفروق بين الناس بعضها البعض، كان هناك برضو ما نقدرش ننسى برنامج الحماية الاجتماعية اللي قامت به الدولة من خلال خدمة مجموعة من الأفراد تجاوز أعتقد إن هو في تكافل وكرامة 4.2 مليون أسرة. كل ده بيقول لنا إيه؟ إن إحنا الدولة المصرية النهاردة نتيجة الفجوات التنموية ونتيجة الاختلاف البيني ما بين الطبقات الاجتماعية كان هناك معالجة على أساس إن هو يرفع مستوى نسبة مستوى يخفض نسبة مستوى الفقر ويخفض نسبة مستوى البطالة، وبالتالي كان ده مطلوب كمان مقابل له إن زيادة نسبة التشغيل وزيادة نسبة التوظيف. طب كان هيتم إزاي نسبة التشغيل والتوظيف؟ دخلت الدولة بمجموعة من المشروعات، منها المشروعات القومية الكبيرة، منها الطرق وغيره، كل دي حاجات دي امتصت قوة عمل كبيرة وامتصت أفراد من المجتمع كانوا لا يعملون وأصبح هناك دخل. الأمر الثاني كمان إن هو الدولة عندما عشان تقدر تتنوع وتقدر تكون هناك مرونة، الطفرة اللي تمت خلال إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيام البنوك بتمويل بعض هذه المشروعات عشان تمتص العمالة وبالتالي تقلل نسبة الفقر وتقلل نسبة البطالة. الأمر ده انعكس في النهاية حتى مع كورونا اللي كان موجودة قبل كده ومع أزمة أوكرانيا، إن هو كان كورونا احنا مصر حققت معدل نمو مرتفع أو هي من الدول اللي حققت معدلات نمو إيجابية وصلت 3.2 من عشرة، والنهاردة البنك الدولي بيتوقع إن مصر خلال العام القادم العام المالي هذا تحقق معدل نمو 5.6 من عشرة. ده بيقول لنا إيه؟ إن هو في هذه الحالة عشان تحقق معدل نمو في هذه الظروف يبقى لابد ان يكون هناك تشغيل موارد المجتمع بالزبط. وتشغيل طاقاته واستغلال الطاقه غير المستغله اللي موجوده في هذا المجتمع. وده بيثبت يعني نجاح الرؤيه للاداره الحاليه وفي تعاملها مع هذه الازمات. دكتور محمد الشواطفي الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك جدا، يوم سعيد. خلينا نروح سريعا للمصري اليوم. لا، في البدايه الجمهوريه، وشعراوي يتابع مع المحافظين تنفيذ تعريفة الركوب بالنقل الجماعي، عقوبات مشددة للمخالفين وأرقام الطوارئ تستقبل شكاوى المواطنين. الخبر طبعا بيتكلم عن التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة في أسعار البنزين والسولار وتضييق الخناق والرقابة على المخالفين طبعا من على يعني تذاكر الركوب وتعريفات الركوب بالنقل الجماعي لعدم الغلاء فيها على المواطنين. الحديث لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وبنتمنى انه فعلا في المرحلة القادمة يكون في تنفيذ بالفعل لتعريفة الركوب والعقوبات تفعل بالفعل علشان المخالفين لذلك، لأنه هو في الآخر كل ده بيكون على كاهل المواطن البسيط. ممكن كده ناخد الخبر الأخير من المصري اليوم ولا احنا كده وقتنا خلاص؟ طيب، عموما هنقول العنوان الأخير من جريدة المصري اليوم: والقاهرة تحتفل بعيدها القومي وستة وزراء ومحافظين يصلون الجمعة في الحسين. طبعا الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة،
وطبعا بعد التجديدات في مسجد الحسين في الفترة السابقة، وبعد الصلاة فيها صلاة الجمعة اللي فاتت في مسجد الحسين بعد تجديده وإعادة ترميمه. دي كده آخر فقراتنا في بلاط صاحبة الجلالة وتحياتي. خلينا نروح دلوقتي لموجز الأخبار مع شروات، وبعده نكمل مع حضراتكم هذا الصباح.